كوريا كوريا ايه؟ ما كفايه بلح بقى يا كوريا، سبسبه لها عشان تطلع حلوه في صوره المدرسه. يو امالك يا وليه بتقولها لي كده كاني معرفش اعمل الا بلح؟ طب ايه رايك بقى اعمله لها كله بلح عشان تلم لسانك ده؟ روح اقعدي هناك، هاتي راسك يا بت. صباح الخير. قول مساء الخير. الساعة بقت 2 الظهر وانت بقالك يومين لا بتصحى ولا بتنزل تفتح العربية. أنا جالي استدعى من النيابة. يا نسبتي؟ ليه ما عملت إيه؟ هكون عملت إيه يعني؟ ما أنا على حطة إيدك يا كوريا، لا رحت ولا جيت. آه بس لسه مصاحب لي العيال الساعة طعنوس بلته. مصاحبهم تقوم النيابة عاوزاني؟ ما تعوزهم هم. طب وبعد بقول لك يا حبيبتي؟ يلا حبيبتي حلوة كده عشان نبقى قسمنا البلد نصين بين أنا وأمي. يلا حاسبيع شيماء. وإيه اللي حلو كده؟ وبعدين كبدايك هتعمل ايه؟ هعمل عبيط ولا كاني شفت حاجه، انا بس عايز ارسى على اساس الحوار ده عشان انا مش مستريحه كوره.